إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث. حوار مع باحث رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث نبني بخطى ثابتة، منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوار بحثي متجدد في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. ما المقصود بالفحم الحيوي وما أبرز خصائصه؟ وهل يسهم استخدام الفحم الحيوي في تحسين الأراضي القاحلة والتخفيف من التغيرات المناخية؟ وما أثره على المناخ؟ إجابة كل هذه الأسئلة في دراسة بحثية تؤكد دور الفحم الحيوي في تحسين الأراضي القاحلة. فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوارنا الأسبوعي وحوار مع باحث. رؤية عمان 2040، نتقدم بثقة. مؤشرات رؤية عمان 2040، مؤشر الابتكار العالمي. مؤشر دولي يقيس أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات الابتكار ومخرجاته، وتقاس مدخلات الابتكار بناء على المؤسسات والقوى العاملة والبنية الأساسية وتطور الأسواق وتطور الأعمال التجارية. أما مخرجات الابتكار فتقاس بناء على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع. جاء تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي عام 2021 في المركز 76، والهدف في عام 2040 الوصول إلى أفضل 20 دولة في الابتكار العالمي. رؤية عمان 2040، نتقدم بثقة. أهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، وللاقتراب من الدراسة البحثية التي تؤكد دور الفحم الحيوي في تحسين الأراضي القاحلة، معنا عبر الاتصال الأستاذ أحمد بن راشد الربيعي، وهو باحث دكتوراه بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. مرحبا. أهلا بك، ومباشرة من خلالك للاقتراب من هذه الدراسة البحثية حول دور الفحم الحيوي في تحسين الأراضي القاحلة، فبداية ما المقصود بالفحم الحيوي وما أبرز خصائصه؟ الفحم الحيوي هو عبارة عن مركب عضوي يتم إنتاجه من خلال عملية يطلق بالانحلال الحراري، وغالبا ما يكون مصدر الفحم الحيوي هو مخلفات النباتية ناتجة من المزارع. طيب، ما أبرز خصائص الفحم الحيوي؟ الفحم الحيوي هو عبارة عن مركب عضوي يتم إنتاجه من خلال عملية يطلق عليها
عملية الانحلال الحراري. نعم. فيها يتم حرق هذه المركبات العضوية التي غالبا ما تأتي من المخلفات النباتية في ظروف خاصة، أو من الممكن أن نقول في عدم وجود الأكسجين أو في ظروف قليلة من الأكسجين، والهدف منها هو تحويل هذه المركبات إلى مركبات ثابتة كربونيا، أو تحافظ على كمية الكربون الموجود في المركب العضوي والتي من الممكن أن تبقى لسنوات طويلة. نعم. هناك الكثير من الخصائص للفحم الحيوي، قد يكون أبرزها هو الحفاظ على الكربون من الأكسدة. نعم. بحيث لا يتم إعادة أكسدة هذه المركبات العضوية بفعل المحللات وإطلاق الغازات التي قد تساهم في أو قد تؤثر في المناخ. ممتاز. طيب، يعني كما هو معروف بأن الفحم الحيوي يسهم في رفع خصوبة التربة وتحسين خصائصها الفيزيائية وحتى زيادة الإنتاج الزراعي وحماية النباتات من بعض الأمراض الناجمة عن التربة. وفي دراستك أستاذ أحمد درست أيضا إسهام استخدام الفحم الحيوي في تحسين الأراضي القاحلة والتخفيف من التغيرات المناخية، فكيف يسهم الفحم الحيوي في كل ذلك؟ كما أسلفت بأن الفحم الحيوي هو عبارة عن مركب عضوي. نعم. يتم من خلال عملية تحويله إلى زيادة تخزين الكربون في التربة، والذي قد يعتبر بمثابة مادة إضافية مهمة لتعديل التربة. نعم. كما أسلفت كذلك بأن سيعمل على تقليل انبعاث الغازات من حيث تم تحويله إلى مركب ثابت كربونيا. بالإضافة يسهم إضافة الفحم الحيوي إلى التربة إلى تحسينها فيزيائيا وكيميائيا وكذلك بيولوجيا. فكما نعلم بأن هناك بعض أنواع التربة، وخاصة إذا ما نتحدث عن التربة المتدهورة أو التي تحولت أو تغيرت خصائصها الفيزيائية والكيميائية، فإنه من الممكن إعادة تأهيلها مرة أخرى بإضافة هذا الفحم الحيوي، حيث أنه سيعمل على تحسين نفاذية هذه التربة وكذلك يزيد من عملية التبادل الأيوني في التربة، كما أن له دور مهم كذلك من حيث توفر المغذيات في التربة، حيث أنه سيوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا النافعة بالإضافة إلى الفطريات التي قد تتواجد في التربة. كما أن الدراسة أثبتت بأن للفحم الحيوي دور مهم كذلك في ظهور المغذيات المفيدة في التربة والحفاظ كذلك على المواد التي قد تضاف إلى التربة. نعم. من المواد العضوية كالسماد العضوي، فمن الممكن أن يبقى إلى فترات أطول إذا ما تم مزجه وخلطه مع الفحم الحيوي. ممتاز. طيب، يعني أيضا هذا الأمر يجعل الفحم الحيوي أستاذ أحمد أداة ذات قيمة محتملة للمساعدة في التخفيف من تغير المناخ. نعم بالفعل، فبدل أن يتم تحلل هذه المركبات العضوية الناتجة من المخلفات النباتية ويتم إطلاق الغازات التي قد تساهم أو قد تكون غازات دفيئة وتساهم في عملية الاحتباس الحراري، فإنه يتم تحويلها إلى مركب ثابت كربونيا ومن الممكن أن تبقى إلى فترات طويلة. الدراسات أثبتت في ذلك، وهذه الدراسة كذلك أثبتت، لكن يبقى هناك موضوع مهم وهو هل جميع أنواع الفحم الحيوي تكون صالحة لإضافتها للتربة كمادة إضافية للتربة أو كمادة محسنة للتربة؟ في هذه الدراسة تم التركيز على ثلاثة مصادر من الممكن أو متوفرة في سلطنة عمان، واللي هي من الممكن يتم تحويلها إلى فحم حيوي. أول هذه المصادر كان اللي هو جريد النخل أو المخلفات التي تأتي من النخيل. نعم. كما نعلم بأن النخلة حسب الدراسات السابقة تنتج ما يقارب 20 كيلوغرام من المخلفات، بالإضافة إلى أشجار المسكيت. كما نعلم بأن شجر المسكيت هو نوع من الأشجار الغازية التي تغزو سلطنة عمان وكثير من الدول. أما المصدر الثالث اللي هو السماد المعالج من محطات معالجة الصرف الصحي، هناك عزوف من الناس في استخدام هذا السماد، فلذلك رأينا بأن نقوم بتحويل هذه المركبات العضوية إلى فحم حيوي ونقوم بدراسة الخصائص التي
قد تضيف قيمة إلى التربة أو قد تحسن التربة سواء فيزيائيا وكيميائيا بالإضافة إلى بيولوجيا. فبعد الكثير من التجارب تم توصلنا إلى أن المخلفات أو الفحم الحيوي الذي يتم إنتاجه من مخلفات النخيل هو الأفضل من حيث دراسته على الميكروبات، وكذلك من حيث بقاء في التربة لفترة أطول. ممتاز. إذن معنى آخر بأنه قام بتحسين التربة فيزيائيا وكيميائيا، بالإضافة إلى أن الميكروبات في التربة أو تعداد الميكروبات لم تتأثر بعد أن تمت إضافته. ممتاز. إذن نفهم من كل ما ذكرته بأنه من الممكن أن يكون له تأثير في تقليل البصمة الإجمالية لغازات الاحتباس الحراري للأنظمة الزراعية، مما يجعلها أكثر استدامة وصديقة للبيئة. فيما يتصل أستاذ أحمد طبعا باستخدام الفحم الحيوي كمعدل ومحسن للتربة، كيف يتم ذلك؟ يتم إضافته إلى التربة أو قد يتم خلطه مع السماد العضوي قبل أن تتم إضافته. نعم. إلا أن هناك لابد من أن تكون مراعاة لنسبة الفحم الحيوي من خلال هذه الدراسة كذلك، لأن يعني قمنا بعملية تحويل المركبات أو المخلفات العضوية إلى فحم حيوي في 3 درجات حرارة انحلال حرارية، اللي هي عند درجة 450 600 750 سيليزية. طبعا كلما زادت درجة الحرارة كلما كان ثبات الكربوني للفحم الحيوي أكبر، لكن مع ذلك لابد من أن نراعي بعض الخصائص الكيميائية الأخرى. الخصائص الفيزيائية تكون أفضل كلما زادت درجة حرارة الانحلال الحراري، إلا أن هناك نوعا ما زيادة في معدل أو درجة حموضة الفحم الحيوي ويكون أكثر قاعدي، وكما نعلم بأن التربة العمانية هي قاعدية، فإذا ما قمنا بإضافته بذلك نحن نزيد من قاعدية التربة. لذلك رأينا بأن درجة حرارة 600 هي الأفضل التي من الممكن أو من الممكن أن نستخدمه كمحسن للتربة عند درجة حرارة 600 درجة سيليزية. ولا زالت الدراسة قائمة حول إمكانية تخفيف درجة حموضة الفحم الحيوي ومعالجة ملوحة التربة، والنتائج ظهرت. طبعا تم نشر ورقة علمية محكمة Q1 وحول خصائص الفحم الحيوي وأفضل هذه أفضل أنواع المواد العضوية التي تم اختيارها كمحسن للتربة، والعمل جاري على أن يتم نشر ورقة علمية قادمة إن شاء الله حول كيف من الممكن أن نعالج التربة المالحة باستخدام هذا الفحم الحيوي والتقليل من درجة قلوية التربة أو حامضية التربة. نعم. يعني آخر التربة نحن قاعدية، نحتاج إلى أن نخفف هذه القاعدية. ممتاز. يعني نفهم من كلامك أن يمكن أن تتغير خصائص الفحم الحيوي بمرور الوقت، وذلك اعتمادا على الظروف التي يتم فيها تخزينها واستخدامها، ومثلا يمكن أن يحدث تغيير في التركيب الكيميائي والبنية الفيزيائية للفحم الحيوي أثناء تفاعله مع التربة والمياه. ليبقى السؤال، ما المواد الأولية التي تم استخدامها لصنع الفحم الحيوي، ولماذا بالتحديد اخترتم في دراستكم البحثية هذه المواد؟ ممتاز. كما أسلفت أستاذي العزيز بأن المواد الأولية اللي هي شجر المسكيت والسماد المعالج من محطات الصرف الصحي بالإضافة إلى مخلفات النخيل، اختيارها طبعا مثل ما أخبرتك اللي هي توفرها في سلطنة عمان بشكل أكبر، ولكن تم دراسة خصائص جميع هذه المواد الأولية في عدة اختبارات وفي 3 درجات حرارة انحلال حراري. ممتاز. طيب أستاذ أحمد، هل من الممكن الوقوف على أهم النتائج التي أظهرتها دراستكم البحثية والحديث في النتائج أيضا حول هل كل أنواع الفحم الحيوي مناسبة للتربة؟ نعم طبعا، النتائج أظهرت بأن درجة حرارة الانحلال الحراري تؤثر في خصائص الفحم الحيوي، فهناك الكثير من الخصائص تغيرت، وأهم هذه الخصائص اللي هي انخفاض كمية روابط الهيدروكسيل والكربونيل اللي هي مسؤولة عن الحموضة كذلك، أو درجة حموضة الفحم الحيوي،
هناك ازدياد في روابط الكربون مع ازدياد درجة الحرارة أو درجة حرارة الانحلال الحراري. كذلك من حيث تأثير على ميكروبات التربة، نجد بأن الفحم الحيوي الذي تم انتاجه من نبات المسكيت قلل من تعداد ميكروبات التربة، وبالتالي سيؤثر إضافته طبعا، وهذا التأثير يزيد أو يزداد مع زيادة درجة حرارة الانحلال الحراري. لكن هناك دراسة قائمة حول إمكانية إضافته في المبيدات العشبية. طبعا خرجنا بتوصية بأن ليس جميع أنواع الفحم الحيوي قد تصلح لتحسين التربة، ولكن توصلنا على أن أفضل أنواع الفحم الحيوي من حيث الخصائص الفيزيائية والكيميائية بالإضافة إلى تأثيرها على ميكروبات التربة هو الفحم الذي تم إنتاجه من مخلفات النخيل عند درجة حرارة انحلال 600 درجة مئوية. طبعا هناك كذلك قمنا بالمزيد من الاختبارات على الفحم الحيوي كتعديل للنظم الإيكولوجية للتربة. نضيف كذلك إلى ذلك أن الخصائص الفيزيائية والكيميائية تنبئ بتأثير واضح في استخدام الفحم الحيوي لكل أنواعه، لكن لابد من مراعاة كذلك الاختبارات الميكروبية البسيطة لاستخدام الفحم الحيوي. هناك كذلك العديد من التحاليل قمنا بها في ألمانيا في مركز بحثي بالتعاون مع مركز فورشن سينتروم في ألمانيا في يوليش مع الدكتور رولاند، ووجدنا كذلك بأن الفحم المنتج من مخلفات النخيل هو الأفضل. نعم، نرجو لكم مزيدا من التوفيق، ونتوجه لك في ختام لقائنا بك بالشكر الجزيل الأستاذ أحمد بن راشد الربيعي، باحث الدكتوراه بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، الباحث الرئيسي في الدراسة البحثية التي تؤكد دور الفحم الحيوي في تحسين الأراضي القاحلة. شكرا لك أستاذ أحمد، ومزيد من التوفيق نرجوه لك. شكرا لك. وشكرنا موصول لكم جميعا المستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع القادم. إلى الملتقى. حوار مع باحث. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.